حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحب بكم في القناة تاعي ميني كويزين قصبة. الوصفة التعليم هي بريوش ساهل، شربوا به قهيوة. واش نسحقوا في هذه الوصفة؟ نسحقوا كاس حليب دافي، نص كاس ماء دافي، مغرفة كبيرة تخمينة العجين، علبة ياغورت ناتشور، وربع كاس تاع زيت، ربع مغارف سكر كبار، وخميرة الحلوة. نبدأ بالطريقة. الحاجة الأولى نستعملو البيترا باش يساعدنا في العج، ولا ما عندكش بيترا تقدر تخمي بيدك. نفرغو الحليب تاعنا، نضيفو نص كاس تاع الماء وربع كاس تاع زيت، ربع مغارف كبار تاع السكر، مغرفة كبيرة خميرة العجين، وكاس تاع فارينة نسيره. نخلطوا هذه المكونات، نغطوهم وخلوهم يتفاعلوا 5 دقائق، ومن بعد نعاودوا نملوا ليهم. من بعد باش نضيفوا، بعد ما تفاعلت الخميرة، نضيفوا ملعقة كبيرة تاع لافاني باش منشموش ريحة الخميرة في البريوش. نضيفو علبة ياغورت ناتشور طبيعي، ونبداو نضيفو الفارينة بالكاس ونشوفو القوام، والملح عفوا نسيت الملح، ماشي بزاف الملح غير شوية باسكو البريوش حلو. نبداو نضيفو الفارينة، الكاس الثاني، الكاس الثالث، مع كيس خميرة الحلوة، ونبداو نعجنو ونشوفو اسكو نزيدو الفارينة ولا لا. نزيدو الكاس الرابع، نضيفو معاه زيت تاع تشينا، قلتلكم انا دايره في الكونجيلاتور، نستعملو غير الحلويات. علاش خليناه في الاخر؟ باش تقعد النكهه تاعو، يعني ريحتو ما تروحش. نكملو نعجنو. نضيفو الكاس السادس بصح تدريجيا، باسكو ما نديروهش كامل على مرة باش ما تجيناش العجينة يابسة. نزيدو غير بشوية ونشوفو شحال نزيدو. Thank you.
الكاس السابع، ماشي معمر كيف كيف. صافي دات لنا عفوا 6 كيسان ونصف بالكاس. نزيد نحسبوا الكاس الاولاني اللي درناه قبل ما نعجنوها. صافي نسحقوا 7 كيسان ونصف. هنا نضيفوا لا مارغارين تكون طريه، نخلوها تكمل تعجن. العجينة تاعو تجي شابة باسكو فيها لا مارغارين، نخلوه يخمر نصف ساعة من بعد نشكلو لي بولات تاع البريوش. نديرو شوية زيت في يدنا باش نقدرو نتحكمو في العجينة باسكو تلصق. نعملو بالفرن هنا، شوفوا العجينة تجي طرية بزاف. نغطيوها ونخلوها تخمر ومن بعد راكم تشوفوا كيفاش نشكلوها. راهي جلست نصف ساعة وخمرت العجينة تاعنا. هنا باش نديرو نشكلو لي بولات. هكا بهاد الطريقة نفتحوهم ونديرو الشوكولا في الوسط. شوكولا تارتيني مي طالع، ونغلقو الحبة تاعنا بهاد الطريقة، حطوهم على ورق الطهي. نغطوهم ونخلوهم يزيدوا يخمروا، من بعد نديرو لهم صفار البيض. يزيدوا يخمروا واحد 5 دقائق برك ولا 10 دقائق، راهي سخانه ديجا بالخف يخمروا. صفار تاع حبابيض نديرو لها شويه تاع خمير تاع لافاني عفوا باش ما تجيناش ريحه البيض. الخبيزات راهم خمروا، نديرو لهم البيض من فوق. نزينوهم بالجلجلان. نخلوهم يطيبوا، نشعلو لهم غير من تحت حتى كي يطيبوا من تحت، من بعد نشعلو لهم من الفوق. والسنيوه تاعنا نعلوها نطلعوها على الفوق كامل باش ياخذ راحته في الطياب. البريوش تاعنا راهو طاب،
جربوا الوصفة خياتي ورجعوا لي بالخبر، يجي بزاف خفيف وهشيش.